التي تدفع باتجاه العنف والتصعيد والتوتر. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية مستمرون في جهودنا التي لن تتوقف من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي، ألمانيا وفرنسا وبقية الشركاء في المجتمع الدولي، وبشراكة تامة مع أشقائنا في المنطقة، جمهورية مصر العربية والدول العربية الأخرى. وكنا أطلقنا بشراكة مع جمهورية مصر العربية منذ فترة اجتماعات العقبة وشرم الشيخ، التي انطلقت من قاعدة أنه لا يمكن أن نستمر في الوضع الراهن الذي لن يسبب إلا المزيد من العرف ومن العنف والتدهور، وأنه يجب أن نتقدم باتجاه آفاق سياسية حقيقية. أردنا أن نحقق أن نوقف العنف، نصل إلى مرحلة تهدئة من 3 إلى 6 أشهر يكون خلالها هنالك خطوات لبناء الثقة تقود حتما إلى آفاق سياسية تطلق فعلا حقيقيا للتقدم نحو السلام العادل والشامل. السؤال الذي يجب أن يطرح الآن، لنفترض أننا أوقفنا الهجوم على غزة الآن وأوقفنا العنف الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما الذي يضمن أن هذه الأحداث لن تتفجر بعد شهر أو شهرين إذا لم نعالج الأسباب؟ الأسباب: ثمة احتلال يجب أن ينتهي، ثمة إجراءات تقوض فرص تحقيق السلام يجب أن تتوقف، ثمة أمل يجب أن يستعاد، وهذا طريقه مرة أخرى العودة إلى جهد حقيقي فاعل ذي أثر لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. حل الدولتين يقوض يوما بعد يوم، وبكل صراحة وهذا حديث نتحدث به دوما، بتنا قريبين جدا من انتهاء جدوى حل الدولتين نتيجة الممارسات التي تقوضه من مصادرة للأراضي وتوسعة للاستيطان وتهجير للناس من بيوتهم. إلى ماذا ستؤول الأمور إذا قتل حل الدولتين؟ سنجد أنفسنا في مواجهة حال الدولة الواحدة، وحال الدولة الواحدة لن تكون حلا، ستكون سببا للمزيد من الصراع، لأنها لن تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية، ولأنها ستكرس حالا من الأبرتايد لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبلها. نريد السلام، نعمل من أجل السلام، سنستمر في العمل من أجل السلام. السلام الذي نريده يجب أن يلبي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، ويجب أيضا أن يلبي حقوق الإسرائيليين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون حياة آمنة، ولأيضا تتعاون المنطقة على مواجهة تحديات كبيرة تواجهنا جميعا، من تحديات بيئية إلى إيجاد النمو الاقتصادي، إلى إيجاد فرص العمل، إلى معالجة قضايا الطاقة والمياه وغيرها من هذه القضايا. اليوم ثمة اعتداء يجب أن يتوقف، ثمة عنف يجب أن ينتهي، وفيما شهدناه يجب أن يكون سبب لأن يتحرك الجميع من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة. مرة أخرى لألمانيا ولفرنسا دور أساسي ومهم، هم شركاء لنا في هذه العملية، نثمن عاليا ما يبذلونه من جهود وما يصدرون من مواقف، نلتقي معها لأنها تقودنا إلى هدف واحد. سنستمر بالعمل مع ألمانيا وفرنسا، وأتحدث هنا إذا سمح لي أخي سامح باسمينا الاثنين، لأننا شركاء في هذه المسيرة. نريد دورا ألمانيا، نريد دورا فرنسيا، نعول على هذين الدورين. والرسالة التي نصدرها اليوم من هذا الاجتماع بأننا متفقون على أن هذا التدهور يجب أن يتوقف، على أن السلام يجب أن يتحقق، على أن الخطوات التي تحرم المنطقة حقها في السلام يجب أن تنتهي. وأشكرك مرة ثانية أنلينا على استضافة هذا الاجتماع وعلى كل ما تقومين به من جهود مهمة لإيجاد منبر يدفعنا باتجاه تحقيق السلام. ونحن في الأردن أيضا نعتز بالعلاقة الثنائية التي تجمعنا، وبالشراكة التي كانت دائما شراكة من أجل الأمن، من أجل الاستقرار، من أجل السلام، من أجل التنمية. فالشكر لك ولزميلي العزيزين.